أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج الخاص بفعاليات موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، فعاليات موروث البحرين. موسم مستمرين معاكم ومع المشاهدين ومع حضورنا فيه من الشهر الماضي إلى هذا الشهر إلى الشهر القادم، فعاليات ومسابقات متنوعة ومتواصلة وبطولات قائمة دائما في كل أسبوع. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بضيوفي في هذه الحلقة، محمد بن عايض المري، الضيوف الدائمين والمميزين. يا مرحبا يا ابو راشد. تبقى الله يسلمك، طول عمرك. سعداء بشوفك الليله. احنا سعد. هذه اول حلقه انا اشوفك محضر فيها اوراق، والله يستر، ما ادري ايش انت ناوي عليه. لا ناوي على كل خير ان شاء الله. باذن الله، لكن ان شاء الله انا تجهيزات واوراق ما اقدر اقراها من عندي. إن شاء الله. لكن تعطينا علومها ان شاء الله بعد شوي. مبارك ابراهيم البعنين، احد المميزين والابطال في البطولات. مرحبا وسهلا. يا مرحبا ابو جخير، سعداء بشوفك يا ابو ابراهيم. سعد الله يطول عمرك. سالم حمد السعيدي، حياك الله. يا مرحبا يا ابو جخير، سعداء بشوفك الليله. الله يطول عمرك. بطل متميز، الله يطول عمرك. ونشوفك ان شاء الله دائما في المنصات ان شاء الله. ان شاء الله موفق. سلمان حسن البلوشي، احد مرحبا. المميزين من فريق البيت شار، وانا قايل لك من زمان انا عندي مشكله مع البيت شار. الله يجزاك خير. لا ما عندك مشكله، اشجعهم طبعا. سعد بشوفك الليله. واحنا نسعد، الله يطول عمرك. الاسبوع الماضي البطولات والاشواط فيها الكثير من الكلام، خليك جاهز. شدني جاهز. يلا دائما انت جاهز باذن الله. يا مرحبا بكم. السلام. محمد عبد الله النعيمي، حياك الله. الله يحييك. الاسبوع الماضي كنت بطل وتواجدت، وان شاء الله نشوفك دائما بطل وتواجد معنا في الحلقات باذن الله. سعداء بشوفك الليله. الله يطول عمرك. يا مرحبا بكم. مسهلا جميع. قبل ما نتكلم عن البطوله وعن الاشواط وعن التنافس ومن اللي فاز ومن اللي ما فاز ومن اللي محضر للاسبوع الجاي، خلونا نشوف وياكم ويا المشاهدين هذا التقرير الخاص في سباق التحمل للإبل ضمن موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الجمعة الماضي، شهدت قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة أجواء رياضية تراثية شعبية مثيرة بين أهل الإبل في مملكة البحرين، حيث نظمت لجنة الهجن سباق التحمل، وذلك تحت مظلة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وتنافس ملاك الإبل في مملكة البحرين على المراكز العشرة الأولى خلال السباق الذي تصل مسافته لخمسة كيلومترات، في ظل أجواء تنافسية قوية عكست الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المنظمة في سبيل إحياء الموروث الشعبي وتجميع أهل الإبل في مملكة البحرين. وقد استطاع المالك عبد الله سعد الرميحي تحقيق المركز الأول والثاني في السباق، بينما جاء في المركز الثالث المالك أحمد معيوف الرميحي. نشكر جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على الدعم اللامحدود في فارس الماروث وفي مزاين الهجن وفي ركض الهجن وسباقات الطيور. الله يطول أعمارهم. على كل حال، اليوم أنتم شفتوا الشوط أشواط القدرة، شفتوا الحلال كلها متقارب ومنافسة كانت قوية للأمتار الأخيرة، وتألقت هجن عبد الله بن سعد النعيمي وحصل على المركز الأول والثاني، وهذا ما جاء من فراغ. رجال يفحم ويضمر له يمكن ثلاثة شهور، واللي ثالث أحمد معيوب، الربع ذولا يعني يشتغلون على حالهم يمكن من شهر تسعة عشان الحدث هذا، عشان المهرجان اليوم سباق، وكلهم يستاهلون والمشاركين اللي معاهم اللي جاء ثالث اللي جاء رابع، لكن هذا سباق، احنا نبي رقم واحد وهذا السباق. يوم سابق يوم مسبوق، لكن الحضور كان كبير والمشاركين كانوا حلالهم عادين حلالهم حق اليوم، لكن اللي ما حالفها الحظ ان شاء الله في المقبلات ان شاء الله يحالفها الحظ. اليوم لزينا في السباق مع الاخوان، نحمد الله بكره لا باس فيها، ادت الواجب اللي عليها واللي معاها مبسطين. انا بارك الاخوي عبد الله بن سعد الله يبارك له على المركز الاول والثاني، وانا عندي بكريات المركز الثالث. اما اللي في بالي بكره قويه ذيك، اول ما انطلق الشوط صراحه يمكن حل 200-300 متر وعاصة يمين، هذا اللي خذ من وقتها شوي، لكن إن شاء الله متأملين الخير إن شاء الله في المقبلات. وفي ختام المسابقة كرم السيد خليفة عبد الله القعور رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية
الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مزايا الليبل التي أقيمت يوم الخميس، وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط من مسابقة القدرة والتحمل التي أقيمت يوم الجمعة. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مجددا بعد ما شاهدنا وياكم هذا التقرير الخاص بسباق التحمل للإبل. في البداية تهانينا لك أخوي محمد، وتهانينا وتحياتنا للوالد، ألف مبروك. الله يبارك فيك. احتلال هذا الشوط ما شاء الله، المركز الأول والثاني تستاهلون. الحمد لله، تستاهل الطيبة الله يطول عمرك. وتحياتنا لصاحب المركز الثالث أحمد معيوف الرميحي، لكن بحكم تواجدك شلون شفت السباق هذا؟ والله الحمد لله السباق كان في تنافس يعني بين المشاركين. ايش مو تنافس قوي؟ لا والله في تنافس قوي. تاخذ الاول وتاخذ الثاني. اكيد انه ما كان في تنافس قوي. لا والله في تنافس قوي الحمد لله، يعني عندنا الإجابة الاول الحمد لله يعني كانت فارقه شوي بينهم، لكن الإجابة المركز الثاني يعني من عقب مسافه الثلاثة كيلو كانت هي لحين المركز التاسع. الحمد لله ياتهم شوي شوي لين ما تقدمت للمركز الثاني. هذه السبوق دي اللي تلحق على تلحق المره دي. ابو راشد يمكن يصحح لنا المعلومه، تقام السباق هذا لاول مره ضمن فعاليات التحمل؟ نعم اول مره سباق التحمل. اي نعم. شلون شفت الاقبال المشاركين على السباق؟ والله في اقبال ما توقعت الاعداد هذه. نعم. الحمد لله الاقبال طيب، وسنه عن سنه تزيد المشاركه. بيكون سباق التحمل هذا خلاص ضمن البطولات القائمه ضمن الموسم؟ الله في رئيس لجنة حجين هو اللي يقيم الموضوع هذا. كعدد المشاركين وكعدد التفاعل يعني في إقبال، حتى في المزاين كان في إقبال. إيه. والحمد لله هذا شيء يفرحنا كلجنة. إن نشوف إقبال وتزايد في الأعداد. جميل. نبي نفرح إنه وياكم ويا المشاهدين ونقدم تهاني خاصة. نبي نهنئ الصقاقير مملكة البحرين. مثل ما تعرفون يا صقارين. مشاركين في الأشواط الخليجية ضمن بطولات سمو الشيخ فزاع الرياضية التي تنظم من خلال مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت هناك أشواط خليجية. بالنسبة لشوط الشواهين فروخ الشواهين كان هناك ثمان مراكز من أصل عشر مراكز كلها للمشاركين البحرينيين، ونقولهم ألف مبروك ويستحقون منا. الله يبارك فيك. نحن نقول أسماء يستاهلون. المركز الأول محمد عبد الوهاب الهاجري، المركز الثاني حمد بن سالم النعيمي، المركز الثالث حمد بن سالم النعيمي، المركز الرابع سعد إبراهيم البعينين. حمد بن سعد. حمد بن سعد. نعم. المركز الرابع سعد إبراهيم البعينين، المركز الخامس خالد عبد العزيز العجمان، المركز السابع محمد عبد الوهاب الهاجري، المركز التاسع علي بن سعيد المري، المركز العاشر محمد عبد الوهاب الهاجري. ألف مبروك. الله طبعا مبارك. في شوط القرانيس الشواهين المركز الأول برغش محمد المنصوري، في شوط فروخ الحرار علي بن سعيد المري. ألف مبروك الجميع ويستاهلون، وإن شاء الله نشوف الصقارين والمشاركين البحرينيين ومنها والأعلى. لكن نرجع لبراشد مرة ثانية، ما شاء الله السنة هذه فيه إنجازات، شو ما تشوف من المشاركين في المشاركات الخارجية؟ ما جات من فراغ الإنجازات. نعم. والشباب قدها. نعم. اشتروا وجهزوا واثبتوا وجودهم على الساحات الخارجية، يستاهلون. بالإضافة إلى تعاونكم، خلنا مش رايك أميل معك أنا هالمرة. والله تعاونكم اهتمامكم تأجيل بعض الأشواط إذا صادفت. نعم الاهتمام موجود والتأجيل بعض الأشواط موجود. ليه؟ ونحاول ان ما نصادف البطولات الخليجيه بالتنسيق مع اخواننا في لجان الخليج، واذا شفنا ان الشباب لهم نظره في شوط من الاشواط المفتوحه سواء خليجيه او مفتوحه تساعد معهم ويروحون الشباب، وان شاء الله ما يرجعوا الا بانجاز. ممتاز. نبي ناخذ رايكم في المشاركات الخليجيه من عندك يا ابو ابراهيم. شلون شفت الانجازات للصقاريه اللي انت احد الابطال؟ بتشوفها في ابو ظبي مو في دبي اللي فاتت. نعم دبي اللي فاتت في انجازات. ايه
بس بتشوف ابو ظبي ما ارضت غروركم انتم كمشاركين يعني لا. طماعين في اكثر. نعم طموح ان شاء الله للافضل باذن الله. دبي فيها لجنه تشبيه في استبعادات كثيره في ناس مو راضين عليها واجد وفي طيور طلعت واجد ابطال يعني تشوفها ان شاء الله في ابو ظبي كلها طيور بحرينيه ان شاء الله اكثر واقوى باذن الله. وش تقول يا طويل العمر؟ والله طال عمرك اول شيء مبارك حق الشباب اللي فازوا كلهم ناموس حق هالبحرين كلهم. اي والله ونفس ما قال بروش نثني على كلام اليوم هذه الانجازات والليات مو من فراغ يعني كل نشرى واجتهد وتعب ويعني الشباب كلهم عز الله ما بهم قصور كلهم اجتهدوا وتعبوا وكل اللي تعب خذ الناموس ما خذ الناموس بساهل. ممتاز. اي نعم أخذ. ابو حسن ايش رايك؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم حياك. مبارك لانفسنا نعم وسمو الشيخ ناصر على هذه الانجازات وارد اقول ما جت من فراغ هذا مجهودهم هم اللي سوونا المسابقات المحليه نعم وجهزونا المسابقات الخارجيه وخلونا نشارك وارد وعمرك واثني على كلام ابو ابراهيم مثل ابو محمد ترى راح شارك في دبي نعم. ما دخلوا له ولا طير يعني فيعني في امور يعني خلتنا احنا مو ضد اللجان بس احنا نقول لك شو الاسباب لا الفرص قلت بس ايوه شو الاسباب ايه؟ اللي في بعض الاماكن ما شفتها ولا ما طلعت انا عندي طيور ما دخلوها ما عندي اعتراض بس انا اعطيك الاسباب ممتاز اي اعطيك الاسباب ولا جاهزيتكم للمسابقه الثانيه مثل ان شاء الله جاهزين ان شاء الله جاهزين ان شاء الله جاهزين لكن تفاجئنا يا وقر ضيقوا علينا اللجنه والله مرة ثانية لا الحين ضيقوا علينا عندنا سباق تاريخ 20 وسباق البحرين 25 أيوه. قدموا 21 أه. شو الأسباب؟ ما نعرف شو الأسباب بنرجع لأبو راشد وبنعرف لكن أبو عبد الله بعد بناخذ رأيه شو رأيك في المشاركات الخارجية للشباب؟ الحمد لله رب العالمين وشلون استعداداتكم لبطولة أبو ظبي؟ بإذن الله إذا كان في تأجيل إن شاء الله بنحاول إذا كان في تأجيل شفت شلون؟ نحاول نحاول نودي يعني أكبر عدد ممكن من الطيور على أساس إنها تشارك أنت عارف يعني أنا لو ودي طيري ويعني يبغى أخسر مشاركة يبغى أخسر مشاركة يعني كأنكم بين خيارين يا تروح يا تختار البطولة اللي هنا يا تختار البطولة اللي هنا طبعا إحنا عندنا بطولة سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة لكن قبل ما نروح لها بنرجع لأبو راشد إيه نعم تعليقك على مروري وكان الشوط يتكلمون عليه الربع بتاريخ 25 كان تاريخ 25/1 أشواط دبي للخليجيين حضر وشوهين تاريخ 20 أبوظبي تاريخ أبوظبي تاريخ 20 حضر وشوهين حلو حين سوينا الجدول الجديد بناء على تساعد اللجان والتنسيق مع اللجان الأخرى نعم. صار تاريخ 22 نهائي حرار هذا مقترح كان 21 قدمناه عشان شباب نخلي لهم يومين يرتاحون فيها ممتاز. ليش مو 5 أيام ها اجل ليه مو بخمس ايام طيب اوكي خلنا ناخذ الحين التواريخ المحطوطه شباب احنا هو كان 25 احنا بنعرف ايش السبب عطنا سبب انت قدمته ليه في تنسيق بين اللجان اي لجان الرئيس لجنه الموروث الشعبي ولجان الخليج سواء السعوديه عطنا مجال او ابو ظبي نعم زين وهذا يسلمك الله الراعي المصلحه العامه ممتاز لا مو مصلحه عامه بعيد ابو حسن خلنا ناخذ الرجال ناخذ راي الرجال عامه طيب الحين 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 الكلام النهائي ان الشوط صار تاريخ 22 22 1 و23 1 و23 1 وحين كل سنه اذا صار مطالبات من المتسابقين ممتاز متساعدين معكم ولا عمرك رديتونا في شيء ولا رديناكم في شيء ولا عمرك والله ولا رديناكم في شيء نهائيا اليوم تسال عنا تصلبنا هناك مسابقات تصل لنا علومكم قصركم شيء تبغون شيء حتى في دبي والله طيب ممتاز اليوم اخوك محمد كلم رئيس لجنه الموروث الشعبي زين وشرح له الموضوع وقال ما يصير خاطرك الا طيب صح ولا لا زين ممتاز ممتاز ما سويت شيء بعايد عندنا اجرت شارك خلنا قول لا اله الا الله يا ابو حسن تمنعونا يا ابو حسن يا ابو حسن يا ابو حسن احنا بادي الحلقه ركز معي شوي هدي الحين نقول ان الشوط صار تاريخ 22 وتاريخ 23 و23 ممتاز انا في الحاله هذه ايه؟ في اسباب عندي شوط حمدان بن ناصر ايه؟ وعندي شوط شوط النخبه بحريني وشوط الخليجيين وشوط النخبه الخليجي نعم في اربع بطولات
باقيه. نعم باقي اربع بطولات. لازم اضغط نفسي نعم واضغط ربعي. انا مو مصالحي اني اسوي المسابقه في يومين ولا في ثلاثة ايام. نعم مصالحي اني اخلي المسابقه على خمسة ايام. طيب بس اللي تشوفونه كله نعم مصالح المتسابقين نفسهم. انا اذا ما قدمت متى بسوي الخليجي ومتى بسوي نهائي الخليجي؟ برجع لابو حسن. ابو حسن دقيقه. الخليجي الى الحين ما نزلنا جدول الخليجي. لا الحين الى الحين ما الحين جدول الخليجي ونخبه الخليجي ما نزلنا. طيب عندك اي اضافه ابو راشد؟ ما عندي اي. انا بروح لابو ابراهيم قبل ما اطلع من عندك. بس ان بطوله ابو ظبي تاريخ 20 تاريخ 20 حرار وشوهي. جميل. يمدي ولا ما يمدي بوجهه نظرك انت يا ابو ابراهيم انك اليوم تشارك في ابو ظبي؟ عندك بكرة راحة. عندك بكرة؟ بعد بكرة تكون في البحرين. وش وجهة نظرك؟ أنا عندي سؤال. يمكن صعبة بس مو مستحيلة أو لا لا في إيه؟ هي تداخل البطولات عندنا كل سنة أصلاً. إيه؟ يعني حتى نعم. الشباب يدرون فيها. طيب ممتاز. أنا لو أحط هالربع اللي جاي على هي أنا ماني مشارك بيور في العامة في أبو ظبي بعد. يعني هي كذا ولا كذا؟ يعني انت تشوف اذا أنا انك انا عندي سؤال. انتم كصقرين وعرفتوا يا الربع الجيرات. لا انا ما ادري نكون واضحين. إيه؟ الجيرات ربعنا فيهم الخير والبركه بس قمه الجيرات في الامارات. لا دخلنا وياهم ثالث. دخلنا ثالث. طيب ممتاز. انا عندي بس سؤال بس ابو راشد انا بسال. انتم كصقرين وعرفوا مني في الموضوع هذا. انا كمشارك اقدر اشارك ولا ما اقدر اني اشارك اليوم وبعد بكره اشارك بالبحرين؟ المايك اعطوني اياه. انا الموضوع كله عندي انا. لا بس دقيقه برجع لك خلص رجالي. اقدر ولا لا؟ لا اقدر اشارك انا. بس مستوى الطير عاد ما مستوى الطير بيعطيني مهم معطيني هذا عند رب العالمين. ولا اقدر اشارك الحين الطياره ساعه الامارات. ممتاز. يعني ما في ذيك المشكله. يعني ما قلنا لك اليوم شارك وبكره تعال شارك. لا انا يوم قال ابو حسن الحين في تعارض. هي في تعارض حتى لو نفس تيم هلا واحد ما قلنا شيء. بس انا ما اقدر اشارك بيور. انا مسجل في بيور العامه في أبوظبي. ممتاز. وبدخل بيوري وإن شاء الله دخله بالرمز ونتمنى احنا. نعم. نتمنى اسم بحريني انه يطلع في رمز إن شاء الله. أعطني مجال. فضل. أنا لو سمحت للشباب إنهم يشاركون في أشواط العامة في الإمارات ولا الملاك. ايه؟ أنا جدولي بنهي بكنسل الجدول هذا. يمكن ألغي بطولة. إذا كل متسابق بيجيني يا أبو راشد نبغي نأجل بنروح نشارك في. سؤالي للمتسابقين موجودين لو فتحنا المجال للمتسابقين الخليجيين يدخلون عندنا هل دولهم الثانية دول الخليج الثانية تكنسل بطولاتها علشان يجي المشارك؟ لا حين قاعدين نسوي لكم المستحيل عشان تروحون تشاركون. نعم. ونحاول بالرضا. ممتاز. لما اكنسل جدولي ولا اضغط نفسي. انا ضغطت نفسي وضغطت لجنتي وانا ما براضي بشيء هذا. وانا المتضرر. انا المتضرر. نعم. نعم انا المتضرر. وبعد ما المشارك مو براضي. نعم ممتاز. تعطوني المايك. نعطيك المايك لاخر مره. في هذا الموضوع. في هذا الموضوع عشان نطلع الموضوع مره. احنا بنعرف عشان نطلع الموضوع ثاني. احنا بنعرف احنا ما خلي الموضوع طلب ان احنا بنشارك في جاء اسبوع. ممتاز. السبب ليه قربت الاجواء ما هي بزينه 21 و22 كل شيء يعني ضدنا احنا. اذا في متسابق هنا يطلب ان احنا كلهم كلميني والله العظيم والله. ليه بحسن قدموا الشوط؟ ليه قدموا الشوط؟ علي بن خالد توم كلمني. بحسن هابس بن سعيد. ليه كلنا يعني مو بس واحد شخص نبي نعرف السبب. ضدنا اللي سووه ضدنا مو بمعنى نهائيا. انا ما اشوف ان الموضوع ضدك. الرجال قال لك انا انضغطت لان عندي عندي بطولات واجد ولازم اخلص. لا 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 لحظه لو حطها 25 ايش بيصير؟ لو خليتها 25 مثل ما كانت ايش عندك معارض؟ عندي ايش عندك ضغط؟ عندي مزاين عقبها قاعد اعد له. سمعت عندي مسابقه ثانيه وانا مرتبط بجهات اعلام. سمعت؟ اعلام يجي غطي. بعض انتم بتمنعونا مشاركات والله العظيم كنا نتمناها والله. والله. تاكد ان اذا الاجواء مثل ما قلت انت الاجواء ما هي بصاحيه ولا مضبوطه. زين. ان اللجنه من نفسها نرجع من هناك ونكسر ابو ظبي والجهني ومكنسله ونخسر من هنا ونخسر من هنا. يا ابو حسن الله يرحم والديك قلنا لك يومين ما قلت لك اليوم شارك بكره. انا عندي اشواط هناك ابو راشد. انا اليوم وباللجنه. لا انا اليوم مزاين هناك في ابو ظبي. بكره راحه. عندي اشواط مزاين في ابو ظبي. عندي اشواط جراتي ابو ظبي. كان الجدول من احسن راضي الجميع الحين يوم غيروه ضغطنا كلنا والله. ممتاز.
والظاهر جاك اكثر من اتصال بعايض اعترف بعد قول اكثر من اتصال اكثر من اتصال نعم, نعم جاني اكثر من اتصال وهذا سلمك الله ناقشت فيه اللي هو خليفه بن عبد الله وكلمناه قلت يا ابو عبد الله الموضوع واحد اثنين ثلاثه قال احنا عندنا اربع بطولات باقيه والشهر ما يكفي لا سمح الله مثلا صادف اسبوع هواء ولا عج نعم اضطريت اني اجل ادخل شهر ثلاثه من اللي عاد بيهد عندي طير في المسابقه وابشركم ابشركم ناقشوا الموضوع شوفوا والله خلنا اعطيك العلم ابشركم بشاره ان من السنه الجايه انا اسبوعين ورا بعض مسابقات البحرين ما راح تكون لمده شهرين مثلا على لا حاولنا ايه نريح المتسابقين واهلون طيورهم بس نشوفها قلبت ضدنا في اليوم اجتمع اللجنة قالوا السنه الجايه كل مسابقات في اسبوعين خلص الموضوع حطها ورا بعض والسلام عليكم طيب ننتقل حضورنا والله ما ودنا والله شوف والله ان اللجنه تتعب نعم وتمر تعب وصال طويله لا لا مو بلا مده طويله سمعت انت وقفه الشباب وللاسف اقولها بكل صراحه نعم قليل الراضي ليش مع هذا كله ايش بيني وبين المتسابق نعم انا ما حطوني في هالمكان هذا لخدمه المتسابق نعم ايش اللي بدر من اللجنه على المتسابق ممتاز لكم الحريه والله يا اللجنه ايه؟ من بعايض المقال واللي موجودين كلهم ممتاز انهم متساعدين الى اخر درجه لكن المتسابق مهما اعطيته عاد يبي منك زود ما لي عينه كثر ما تبي ابسط ابسط مثال الفوتو فينش ايش قد طلبناها؟ عايد طيري خمس مرات شوف مره مرتين ثلاث اربع الخامسه دخل ثاني من الاسبوع الجاي بيركب سنسرين بس بيض الله اعادات ما عاد فيه بيض الله وجهه القطع السنسر الاول خير ما القطع الثاني يعذرنا المتسابق طيب الحين ضاغطين انفسنا اثنين اذا ما صادوه اذا ما صادوه ما يصير بعايض يركب الرجال في طير ركب فوتو فينش ركب حنا نبغي فوتو فينش الفوتو فينش لازم يتبرمج على الجهاز الجهاز هذا ما عليه فوتو فينش لا جاء الجهاز الجديد قالوها في الحلقه اللي قبل طيب والله بدي الجواب نبحث عن الفوتو فينش للجهاز هذا نبحث من الصيف على الفوتو فينش والله ان من انتهى الموسم اللي طاف ليومك وحنا نبحث لكم على الافضل الله يجزاك ان احنا ما ارتحنا احنا نبغي الجواب للاسف ما نبي واحد يمدحنا ولا يقول بيض الله وجيكم ما نبغي بس على الاقل يمسك لسانه بس فكنا من شره ترى قادرين نوقف الجميع عند حدهم صح طيب. الله يجزاك قولوا لا اله الا الله حق ابو ابراهيم ايش رايك في النقاش بشكل عام والله عصب خفت انا ما ابغى عندي شيء لا اله الا الله نقاش ابغى ايضا يقول ما يبي احد يقول بيض الله وجهك كله بيض الله وجهكم وما قصرتوا على الاقل اللي مو قايله كفينا شره والله بيض وجهك الله يبيض وجهك سنسرين ايش رايك فيها سنسرين تكلمنا احنا فيها الحلقه اللي قبل اللي فاتت ايه وقالوا عن الفوتو فينش تكلمنا عنه وقالوا انه ما يركب على الجهاز هذا وبيطلبون ان شاء الله جهاز يركب عليه ومطلوب احدث جهاز وبيوصل المسابقه الجايه ممتاز الى السنه الجايه بعيض اما موضوع ما لها اعاده هذه لها اعاده ثانيه لازم عندي طير ما يصيد تنزل مشكله ركب في ريشه ولا يهينك وده والمضره على من تم المضره على من لا زين اعاده اللي ما سكوا لا اعاده أيوة. واحده اعاده واحده لا تظلمها طيب. اعاده لا اعاده الربع الوقت راح وحنا عندنا شواط واجد يلا اسلم في البدايه عندنا بطوله سمو الشيخ فيصل بن خالد ال خليفه شوط فروخ الحرار المركز الاول والثاني برغش محمد المنصوري الف مبروك يستاهل المركز الثالث علي سعيد المري عندنا شوط قرنيس الحرار طبعا المفروض انه يكون معنا ابو محمد لكن نعتذر وان شاء الله بيكون معنا في الحلقات الجايه عندنا شوط قرنيس الحرار المركز الاول مبارك ابراهيم البعينين المركز الثاني فيصل بن فرح العجمي المركز الثالث سعد عبد الله الرميحي البعينين الف مبروك الله يبارك فيك هذا اولا ثانيا شلون شفت الشوط والله الشوط قوي وفيه طيور قويه اولا ابارك البرغش محمد ايه مركز استاهل. اول وثاني ورابع يستاهل ويستاهل ابو محمد وبالنسبه للقرانيس الحرار الشوط والله كان قوي والحمد لله 20 طير وكانت في
وقت يعني محدود والجو كان واحد ممتاز، ولا كان في عادات ولا شيء، والحمد لله الله وفقنا. طير فيصل مفرح بطل ما شاء الله، طلع ثاني ولا في معروف وبطل، وطلع ثالث. طير النعيمي متعثر شوي، كان ماخذ مركز اول الاسبوع اللي قبلنا، والله يعافيه ان شاء الله ويرجع المستوى ممتاز. عندي حمد سالم السعيدي في فروخ الحرار، بديت المركز الخامس. اي نعم طبعا. كان الصعب شو الشوط كان صعب؟ والله ابو خير الشوط يعني مو بصعب، لكن عدد الطيور كانت محدوده كفروخ، لكن الحمد لله يعني تخبر كفارخ ومستوى وتواصله لذي يعني المستوى يعني انجاز، خاصه الفرخ، انت تكلم شوط الفرخ ممتاز. والبطولات الجايه ان شاء الله بنشوف مراكز ان شاء الله باذن الله. عندي البي اتش ار طبعا النتائج كلها مسجله عندي يا ابو حسن. سلمان السادس، وين الناس تروح في القرانيس الحرار السادس؟ حدونا على السادس. لا لا ضلوا طيوري كلها. شو انا اتوقع ان البيت شهر بديت تراجع مستواه وتحطون اللوم على اللجنه. حدوني والله طيوري الاول والثاني، الاول والثاني الثالث ما عاد اشوفكم، ما في الا الخامس السادس. والله شوف، والله شوف، والله اسباب واجد. اي اول اسباب اي الاشواط والمتسابقين من تطور لتطور. طيب الناس تطورت وانتم ماسكين مكانكم. باخينا في اللجنة، باخينا في عبد الله، يا ابو حسن المشاركين تطوروا وانتم ماسكين مكانكم، هنا الخلل. نعم صح. لا وفي سبب ثاني على الهواء خليه، في سبب ثاني بعصبيه. لا في سبب ثاني بعلم بعدين. ممتاز. عندنا شوط فروخ الشواهين، المركز الأول بدر عبد الوهاب الهاجري، المركز الثاني محمد ذياب النعيمي، المركز الأول والثاني مع بعض، والمركز الثالث محمد عبد الله النعيمي. محمد عبد الله حياك الله. الله يحييك. خذيت الثالث وخذيت السادس بنفس الوقت في الشوط هذا، شلون شفت الشوط؟ شوط الشواهين الفروخ، فروخ الشواهين. إيه؟ نعم. شلون شفت الشوط؟ والله صعب، والله صعب جدا الشوط هذا. الطير يعني مستواه، وكنت حاط امل ان الطير بيب يعني ثاني او اول، لكن الحمد لله رب ثالث يعني الحمد لله رب العالمين جاب ثالث، نعمه خير ونعمه. الشوط ترى نفس الطيور دي جايه ثاني وثالث، جايه ثاني وثالث البحرين، صار اصلا حتى اصعب من الخليج يعني. في اشواط البحرين في طيور قويه. كل هذا عشان ابو ظبي خلاص ترينا. يا حسن خلاص. بين الاول والثاني 49 جزء. نعم نعم نعم. بين الاول بين الهاجري والنعيمي 49 جزء، يعني كان صعب الشوط، وحتى في الشوط بعد اجزاء بسيطه. هو الشوط هو نفس الشوط هذا كان صعب جدا يعني. الشوط هذا بين 49 جزء بين الاول والثاني. طيب بنطلع لشوط قرانيس الشواهين، حمد بن سالم السعيدي المركز الاول اخيرا. والله بطل طول عمرك سنك. لأول مرة تحصل على المركز الأول؟ لا في كل البطولات. ايه. الحمد لله رب العالمين. بس الموسم هذا أنا أتكلم عنه. لا هذه الموسم هاي أول مرة. هذا أول. لأن إحنا دشين ويا نخبة الأبطال. البعنين. ايه. مبارك. وأبو حسن. يعني المشاركة نخبة الأبطال في ذي. على الهواء تشوفها. الحين على الهواء نخبة الأبطال، الطيور كلها في القرانيس الشواهين والأكسور في الرابع، في طيور كلها أبطال، بس أنت تعرف المتسابق اللي يدش عنده قراءة يعرف من الخصوم لقوياء، فكل اللي يعمل حساب حق الثاني. وتخبر الشوط خاصة قرناص الشاهين يعني وقرناص الحرم ناس اعتماد عليه، الهواء وفي أمور وايد يترتب عليها، والمنافسين اقوياء في ذي الشوط يعني. ممتاز. إيه نعم. ان شاء الله نشوفك دائما في الرابع كلهم ان شاء الله الناموس يستاهلون في الاشواط كلها باذن الله. قرانيس الشواهين المركز الثاني البي اتش ار، المركز الثالث خالد عبد العزيز العجمان. بي اتش ار قرانيس الشواهين شلون شفت الشوط؟ هذا يبني هدف تسلل، ما شفت اللقطه شلون يعدونه. كله هاي هاي طالع هذا اللي تقول انعاد انعاد انعاد. اي نعم. وتلاوينا علشان نحسب انك كسرنا فضحونا طلع تسلل. والله حظك ابو حسن. ابو حمد عز الله يستاهل والله. هذا نصيبنا. ايه
والله اعلم اذا راح الطير صار سنسر يمكن المره الخامسه يمكن هو افضل مره خلينا نقول ترى يعني انا قاعد ما اقدر اقول انا اول مره اني سبقت ابو حمد لا والله ما حد يقول ولا ثاني مره ولا ثالث مره يمكن من حظه انه انعاد من حظ ابو حمد ترى لا من حظك انت ترى جاوله كذا انه انعاد اكثر من مره ولا يمكن نشوفها في مراكز الدائمه اللي انا اشوفها انا اشوف ابو حمد ما عاد قاعد على الكرسي يكثر مو بهذا الهادي كان يستاهل صراحه الا الله ابو حمد وفي قرناس الشاهين كان السنسر له دور في النتائج والطيور اللي فازت ثاني وثالث كانت اخر الطيور لهي عادات وشوي غيرت النتائج واجد يعني وكانت اخر طيرين انهدت والنينات حظه يجود اي ومعكم بعد دخل رابع خليفه الكعبي اعاده معكم بعد كل الطيور لا كان الهواء شوي شواهين كفروخ وكقرانيس الاشواط صعبه انا اشوف النتائج نعم كلها نعم متقاربه يعني اجزاء من الثانيه بس الفرق والحق ابراهيم بنتلاقى معه مع بعض هو يبي نتلاقى مع بعض لحد انا متلاقي وياك عند بن زومان واعرف الطير وباذن الواحد لحد نتلاقى نتلاقى ان شاء الله لا ترى احنا مخلينك ترى دخلت معي بن زومان بعاده بعد ممتاز هدينا الله يسلمك لبيت حاج في اول ما ابتدى الشوط يضرب ابراهيم هدينا الهواء وايد كان قوي يعني وهو نصيب بس انه الطيور كان اقول لك كانت من نخبة طيور الابطال يعني الله يذكرك بالشهادة انا الاسبوع الماضي والاسبوع هذا واحتمالنا الى الاسبوع الجاي ان كله الاجواء مثل ما تشوفون فرحان بالسؤال هذا اوكي انتم كصقارين يعني تبغون البطولات تقام في هالاجواء ولا الاجواء هذه تقلب النتائج فوق تحت على حسب طيرك نبي ناخذها من اليمين يعني على حسب طيرك انا ايه ابيها وصراحة تبغيها تقام ابيها هوا لا اتركنا الهوا من الله لكن البطوله ابو حسن يقول ان في هوا ذا إيه؟ انا بالنسبه لي ابي الهوا اي 60 تبي الهوا العام انت سحبت طيورك يوم الهوا هذاك ما نشوف ما نشوف يوم انا كنت اول سحبت طيورك ادخل بطل ما انا اذا بدخل بطل بيفوز انا كل واحد له جواب اليوم حضر هذا اليوم طيب اي ما شاء الله متجهز لنا الليله احنا نتكلم عن ان البطولة قائمة وفيه هواء أنت ودك يعني هو يعرف في توها صارت في أبوظبي ايه؟ وفي بطل موجود طير ويوم قام الهواء ما هده قال طيب. أنا ما هد طير صحيح طيب من حق وأنا يوم قام الهواء ذك العام قلت أنا ما هد الطيور إذا الطير بطل أنا ما بيها ممتاز إيش رأيك أبو أنا أبو جخير ويا أبو إبراهيم طير يعرفه ايه؟ يطير مع الهواء وفي ناس نعم في مو بسوى لطيور في طير يعتمد على الصخة يجيب تيمات وفي طيور تناطح الهواء القوي تروح في خاصة الشاهين يخل مسار الهواء من يعني من 70-80 اللي يقبض مسار هو البطل طيب. في الشواهي نرجع دقيقة بس أبو راشد نرجع لأبو عبد الله مؤيد الكلام الشباب ولا الهواء يقلب النتائج فوق تحت لا إذا كان الهواء واحد إيه بالعكس السبوق ما يعيقش نعم كان هوا ولا بدون هوا؟ إيه من الهوا ولا بدون هوا؟ السبوق سبوق. إيه. بس إنه يكون على كل الطيور. لا تبي إيه. الهوا يعني قوي. إيه أنا أبي الهوا. وأنت مؤيد بعد. أنت تبي الهوا قوي؟ أنا ما يعني بالموضوع. غير الهوا مو بهوا عادي. يعني تيمات 32-33 29. لا هذه ما نبغي كذا. إحنا 17-18. افتح لا افتح شوف الهوا كم. جميل. حنك لجنا حتى الهوا مو مصالح. ودنا ان سكون وان السنسر يقبض الطيور كلها ويتوكل على الله ممتاز جميل نشوف وياكم هذا التقرير ومع مشاهدينا تقرير مزاين الابل ضمن فعاليات موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد على الخليفه أطلقت لجنة الهجن التابعة للجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد آل خليفة للصقور والصيد الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مسابقة مزاين الإبل الخميس الماضي وانقسمت مسابقة مزاين الإبل إلى شوطين بحسب الفئة العمرية حيث ضم الشوط الأول الفئة العمرية الأكبر وهي من سن الجذعة إلى الحائل وحقق فيها المالك أحمد معيوف الرميحي المركز الأول بفرحة
بينما جاء المالك حمدان محمد عامر في المركز الثاني بورود، وأحمد معيوف الرميحي أيضا ثالثا بفرحة، ثم جاء المالك حسن مبروك الكعبي رابعا بمصيحة، وفي المركز الخامس حل المالك سالم عامر سالم بالظبية. وفي الشوط الثاني تنافس الملاك على الفئة الأصغر سنا وهي من سن المفروضة إلى اللقية، واستطاع فيها المالك علي عبد الله بن حويل تحقيق المركز الأول والثالث بشودة وأعمار، بينما جاء في المركز الثاني المالك عبد الله سعد النعيمي بمصيحة، وجاء المالك راشد ذياب الرميحي رابعا بصيحة، وحل المالك سالم ناصر السعدي في المركز الخامس ببنت الدرعية. شاركتهم زاي مثل ما شافت عينكم اليوم، الحضور كان قوي والحلال متقارب، لكن في شيء يفرق عن شيء في الزين هو اللي خلت المركز الأول باكر عند أحمد معيوف وهي انتاج عنده، وربعنا كلهم هالحلال ونهني أحمد معيوف بأنه مسح المركز الأول، واللي خلت المركز الثاني باكرة محمد عامر ناقة طيبة، كل الحلال والله طيب، لكن جاتنا لجنة واللجنة فرزت الأول من الثاني للثالث، ليه والله يطول عمر شيخ عطوا ليه العاشر ما خلوا أحد من الأول للعاشر، لا في السن الكبير ولا في السن الصغير، ونهنيهم ونبارك لكل اليوم اليوم لكل المشاركين نعتبرهم فايزين عندنا، ونهنيهم ونقول لهم إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله نبي نشوف إنتاج أطيب من الإنتاج اللي شفناه. فضل الله سبحانه وتعالى يات جذعة الأول وجذعة الثانية يات الثالث وحديات السادس ويات الثامن، اي نعم، واللجنة الله يبارك فيها ما ناقشناها في اي حاجة، رجال عز الله فيهم السداد وفيهم الكفو، كل واحد منهم عنده مثل ما قال الخبرة اللي ما هو عندنا احنا يا ربعك، والحمد لله احنا في المجلس قاعدين وخذوا النتائج وحصوا الحلال الموجود، علموا كل شخص بنتيجته. ايه أشجع أخواننا وهنيهم وبارك لهم في الفوز الذي فاز والذي ما فاز إن شاء الله يحال في الحظ في الأيام القادمة، وهذا موروث، ونشكر الله ثم نشكر معازيبنا جزاهم الله خير طول عمارهم الذي أحيوا هذا الموروث، وهذا الموروث مخلف من الأجداد. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم، عدنا معكم مجددا بعد ما شفنا وياكم تقرير مزاين الإبل ضمن فعاليات موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. صقرينا وش حالكم؟ طيبين؟ الله يطول عمرك. مستمرين معكم في بطولة سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة فئة الجيرات فروخ الشواهين اللي فروخ وقرانيس، اللي حصل في شوط فروخ جيرات الخلط المركز الأول برغش محمد المنصوري، المركز الثاني برغش محمد المنصوري، وعينين برغش منافسك مكتسح ما شاء الله، برغش وربع فروخ ما عندنا فروخ، لا لا مكتسح الأشواط ما لها يعني يستاهل، لا مو فروخ يستاهل يا أبو إبراهيم يستاهل، الأسبوع الماضي أنت تقول أنا منافسي المنصوري ما شاء الله عليه، منافسين الربع كلهم منافسين، أنا ما عندي فروخ، إيه ما عندنا فروخ في الأشواط كلها يعني كلها. جميل. والمركز الثالث بدر عبد الوهاب الهاجري، عندنا قرانيس جيرات الخلط، انت تبغين يطلع للشوط هذا انت ها؟ شوط قرانيس جيرات الخلط المركز الاول مبارك ابراهيم البعينين ونشوف وياكم بعد مشاركته، المركز الثاني محمد عبد الوهاب الهاجري، المركز الثالث بيتشار، انا والله اللي محزنني فريق بيتشار ما ادري ليش مراكزه قاعد ترجع، لكن برجع البطل، شلون شفت الشوط؟ والف مبروك تستاهل. الشوط هدينا الطير بدري بداية الشوط ومساك الحمد لله. كنت متوقع للطير؟ ايه تأهل اول وثاني، انا بالتأهيل ماخذ الاول والثاني يعني متوقع للثاني، طيرنا الثاني بس دخل كان مرهق شوي يوم يدخل وبايم بالتصوير.
ما شاء الله الاشواط الحماس فيها براشد. احنا نبي نرجع لك بس مو نسولف مع الصقرية لحالهم. شلون شفت الشوطين هذه؟ الاشواط الابطال صقاقير والطيور ابطال. ايه؟ والله جمعهم في الاشواط الاسبوع اللي طاف. ممتاز. والقادم افضل واصعب. ان شاء الله. بيتشار مرضيك الثالث يا ابو حسن؟ والله مو بمرضيني الثالث نهائيا. بس افضل من الخامس والسادس. لا شو انا جايب بالطير هيطير بطل. البوبجي هيطير بطل. ممتاز. يقول البابجي يقول عودتني البابجي. يمكن يمكن. الرجال مشغول فيها 24 ساعة. الظاهر هي السبب. والله شوف شوف الظاهر هي السبب في تراجع المراكز. شوف هذا الطير دخل ثالث. متوقع صراحة انا جاي متوقع اني باخذ الشوط. ايه. لكن ظروف وطيور ابطال قدامي، طيور ابطال، طير عبد الوهاب وطير بعين ابطال. كان انا بحسب نتائج الطير ذي اني جاي مرتاح، لكن في بعض يعني بعض الامور إيه؟ ما اقول انا ارجع حق انا اختص على الطير طلع على فوق. لو ترجع حق الصوره بتشوف الفيديو ترجع ان الطير طلع على فوق واخر المركز الثالث الحمد لله. والشوط الجاي ان شاء الله يتحزمون اقول لهم. ما يحتاج انا اقول لهم. اقول لهم ايش تقول له؟ اليوم علاقتي معاه شوي. طيب هذه روح المنافسه. روح المنافسه. وكان فيه اتصال الصبح مع راعي الطير وقلنا له بنكسر طيرك الموسم هذا ان شاء الله. الحمد لله استاهل اليوم كامل. شوف انتوا الموسم هذا استغلوا. الرجال يقول ابو راشد انا مشغول في البوبجي فانتوا استغلوا الموسم هذا. زين حتى هو مشغول بطل زين فاستغلوا الموسم هذا. عندنا شوط فروخ جيرات الشواهين للاسف البيت شاف هذا الاول. بنشوف وياك يا ابو حسن على علق على المشاركه هذه. وش تقول؟ معلق اروحه. ما شاء الله. اول مره تاخذون الاول الموسم هذا البيت شار؟ لا والله اخذنا بعد في الشارق الاول. لا في البحرين؟ نعم. ايه؟ في البحرين نعم. لا اله الا الله احنا اي بطوله الحين يا ابو؟ سبحان الله سبحان اللي يتغير ولا يتغير. رحنا لمطوع قرا علينا. ما بين لك كذا. هذا احنا في اي بطوله؟ اي شو الثالثه البطوله الثالثه من اول البي اتش ار من اول الاسماء اللي تحصل على المركز الاول. الطير هذا قوي واتوقع كان متعثر طير البي اتش ار كان تعبان ورجع في صحته وهذا ابو سعود له كان طيب. ترى عندنا كابتن ابو سعود مو براضي يجيكم والله. طيب كابتننا ابو لكن سجلها احنا 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 سجلناها وخلصنا. بس ابي اعطيك معلومه انك انت تسجلها عندك بعد في التاريخ ان الاسبوع الثالث وتوكم تحصلون على المركز الاول. الاسبوع الثالث ايه على كلام ابو راشد صح. البطوله اللي راحت البطوله الثالثه اول بطوله ايه؟ بطوله الفروخ اللي راحت احنا نتكلم عن ايه الفروخ البطوله الثالثه وتوكم تحصلون على المركز الاول. لا بطوله ثانيه ذي ثالثه بطولة الفروخ بعدين البطولة الثانية اللي فاتت وهذه يا ابو حسن ركز معي. بس الطير ما شارك. الطير ما شارك. انا ما لي شغل في الطير. شوف انا ما لي شغل. ما قلت لك انا مشغول. انا لي شغل في الفريق. بي اتش ار يوجد لديكم خلل من الاخر. اي والله جد انا خلل خلل كبير. يوجد لديكم خلل عالجوه. طيب عندك المركز الثاني فريق الدوسري يعني كان قريب منكم. صحيح وهذا حاصل المركز الثالث في بطولة فزع. ممتاز ولا زال ما شاء الله برغش محمد المنصوري المركز الثالث. عندنا مالك تواجد في الشوط يا ابو ابراهيم. فروخ؟ ايه ما عندي فروخ. شو فروخ؟ فروخ ايش؟ لا لا عنده فروخ. شواهين ما عندي فروخ. عنده فروخ ولا ابو عوني يعني ما في. ما عندي فروخ نهاية يعني. البرغش ماخذ راحته في الموضوع في الشوط هذه. برغش ايه؟ برغش ولا ابراهيم زين فيه ان الفروخ الحليوه ما يعدها. ايه يحطها باسم عياله. ايه هذه عندنا بطل موجود محمد عبد الله النعيمي في شوط قرانيس جيرات الشواهين المركز الاول. الف مبروك. الله يبارك فيك. نعم يستاهل. طيب الله. عندنا المركز الثاني ناصر حسن النعيمي والمركز الثالث برغش محمد المنصوري. انا برجع للمنصوري لكن بعد ما اروح من ابو عبد الله. الف مبروك. الله يبارك. وتستاهل. وشلون شفت الشوط؟ الله فكك من البيئة ومن ابو ابراهيم. ما في منافسين ولا في وانت بطل. ليه اخر طير والله. ايه ليه اخر طير والمنافسة ما تقول يعني
تحس انه في حد بيكسر، لكن الحمد لله يعني الطير كان مو في المستوى. طيب صراحه عندك الصبح ممتاز. عندك في الشوط نفسه ابو عبد الله الاول وسادس وثامن وتاسع في نفس الشوط، وش الفرق بين مثلا انت عارف الطيور هذه تدري ان مراكزها متاخره ليش تشارك فيها مثلا؟ ليش ما انها كلها تنافس على الاوائل مثلا؟ لا شوف، عندي طير جاي بمركز سادس. ايه هذه طير ما تاهل للمسابقه اللي قبل. ايه الحمد لله اشتغلنا على الطير، الطير سبوق، شفنا وين الخلل. طبعا عمي حمد بن سعد مسي عليه بالخير، يعني يشوف الطير ويشوف ايش مشكلته، هو وزن وعكه شيء، يعني مثل ما يقولون يضبط الطير. والحمد لله يعني انت تشوف من تقدم لتقدم كله بفضله والله. يعني هو مثل ما يقولون هو المدير، هو الكابتن، هو الكابتن. ما يحتاج ابو سعد مسي عليه بالخير، ونشوفكم دائما في الاسابيع الجايه ابطال باذن الله. البيت شار الرابع طبعا كالعاده شيء متوقع يعني، ما يعني زين مو شيء غريب، مو شيء غريب ابدا. لكن يا ربع قبل ما نطلع الاشواط اللي بعدها، عندنا شخص بصراحه برغش، محمد المنصوري ابو محمد مسي عليه بالخير. الرجل هذا انا كجيني نتائج ما شاء الله في كل الاشواط، لقيت اول ولا ثاني ولا ثالث، لقيت اول ولا ثاني ولا ثالث. ايش رايكم انتم بالموضوع هذا؟ مجتهد مجتهد ها؟ مجتهد شغال ابو محمد. وليه انت مو شغالين وتتواجدون على الاشواط كلها؟ احنا شغالين ابو محمد الحين شغال فروخ. ايه مطلع فروخ طيبه بالقرانيس. ايش رايك ابو راشد؟ احنا متواجدين احنا. الموضوع سلمك الله ما حد خلاها لحد. ما حد خلاها، بس الامانه برغش ايه؟ انا اشوف انه متواجد في كل النتائج. الشباب كلهم ما قصروا. ايه يمكن بعضهم ما حسب حساب اني حاجز فروخ، مع ان احنا معلنينها من وقت يعني، بس ان في شباب يقولون ان بعض المزارع المعروفه لازم تحجز وتاخروا في لا والله شوف ابو عايض، احنا عندنا فرق بيور طيب عاده مرقد يعني من المساق الاوليه لين الحين، والجرشين كان ويوم جبنا جاتنا امراض بكتيريا وعدس اغلب طيورنا والله. طيب يمكن اغلب متسابقين نفس الشيء. ممتاز. عندنا مسابقه وبرغش بطل، برغش بطل. الارقام تتكلم عن ذلك يا ابو حسن. في كلام والله. الارقام الرجال احنا في ثلاث اسابيع يمكن ست او سبع مشاركات احنا ضامن نفسه في البطوله. تبي امدحه؟ كنا البي اتش ار العام. برغش بفروخ الحرار، فروخ الخلط، كان اول ثاني ثالث، اول ثاني ثالث، ودخل عليه في الخلط الهاجري ودخل عليه كمبش في الفروخ. جميل. قبل ما نطلع المسابقة نبي نقفل الموضوع الأشواط هذه كلها. باقي كم بطولة؟ ثلاث؟ باقي من غير النخبة. ثنتين من غير النخبة. ممتاز. شو توقعاتكم؟ أباخذكم واحد واحد. وش تقول؟ ما حد بيدخل شيء. عاد العدة لهم ولا لا؟ احنا كلنا نجهز. جاتني رسالة الحين يا أبو خير. يسلم عليكم جابر بن علي وهنيكم بالناموس جابر بن علي بن حويل. يقول شدوا حزامكم السنة الجاية. هني بالخير. متابعكم من ألمانيا، بس يقول شدوا حزامكم متسابقين. وعز الله افتقدناه أبو علي والله. يا سلام. عز الله افتقدناه والله. والله يمسيه بالخير. وهو صراحة يعطي المسابقة شوي. لا بصمة خاصة. الله يرده سالم إن شاء الله. الله يرده سالم. وعلم الأبطال بعد. سعيدي. سم. أبي أشوفك بعد أول وثاني وثالث. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا طال عمرك في يعني الناس ذي بطولة الإسباقات وتهدي. في أشواط أنت تحس إنك تبدع مثل في الحر في الشاهين. نعم. يعني في ناس مو بسوى ناس يحب الجيرات. نعم. يبدع يحس إن إبداعه وعطائه في الجير مثل جير شاهين البيور. يعني من شيت يعني تصير منافسات في أشواط، في ناس لا يركز على كذا شوط مثل اللي يأخذ الجير والحر وذي. في ناس لا يقول لك أنا إبداعي في مثل الحر والشاهين على سبيل المثال. في كل هاي وكفاءات، وحين ما شاء الله يعني صقاقير ربع هالبحرين ولا فيهم قصور، تطور تيمات. نعم. واجتهادات والله يطول عمر الشيخ ناصر، يعني امكانيات غير محدوده يعني اللي حطها والطيارات ومساعده صقاقير. سمو الشيخ ناصر عمر هالسنه اللجنه المنظمه توفير طياره. نعم. وطيارين. نعم. لتدريب طيور المتسابقين. ممتاز. احنا بنتكلم عن مسابقه الطياره، بس اني باخذ راي الربع بس عن تجهيزاتهم للاسابيع القادمه. ابو عبد الله
في تجهيز اكثر باذن الله ان شاء الله. بتشوف بتشوف شيء اقوى ان شاء الله. نقول يا ويلهم في شيء ما دخل الحين. اها يا سلام، في اشياء جديده ها باذن الله ان شاء الله. في اي فئه؟ طيب خلهم لا اشياء موجوده ايه، لكن الحمد لله توها حين تبدا جاهزيتها باذن الله ان شاء الله. موفق ان شاء الله باذن الله. الله يطول بيت شهر راح الثلاث بطولات وباقي لك بطولتين. تقول لا برتب حسن شوف الخير شوف الخير. وش بتقول؟ والله شوف يا ابو الخير ترى احنا السنة هذه خلاص ترى احنا متوجدين ثاني وثالث واول ثاني وثالث واول. لا منو اللي ثاني؟ احنا متوجدين اول مره تحصل على المركز الاول. الاول الحمد أيوة. لله خلاص نعمه هاي نعمه بعد يقول لك الاول ومن غيري انا ما عاد عندي مشكله في المراكز اللي بعدها. لكن ان شاء الله السباقات الجايه يشوفون شيء السنه الجايه قصدي. لا 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 الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي انا قريب. نعم نعم هذا مثل الضوء ما لها امان في يوم من الايام. جميل شرف الخير. براشد قبل الختام نبي نتكلم عن مسابقة الطائرة التحمل. فكرة المسابقة، أنواع الطيور المشاركة، المسافة، العدد المتوقع للمشاركة، وقت الانطلاق، يعني أنا أعطيتك إياها مع بعض علشان تتكلم براحتك. تفضل. فكرة المسابقة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يطول عمره. ما بدأ يتاح فرص كثيرة للمتسابقين اللي ما حالفها الحظ في الدعو يحالفها الحظ في مسابقة الطيارة. ممتاز. هذه من ناحية الفكرة. نعم. أنواع الطيور. أنواع الطيور مفتوحة للجميع الطيور. أن أول سنة ما ندري إيش الإقبال عليها. المسافة كيلو رايح كيلو جاي كيلو وين. أيه. تحمل. أنا توقعاتي أكثر ما بشوف الجيرات. الجيرات ها؟ إيه. الجير شاهين له. المسافة قلنا كيلو رايح كيلو جاي ها؟ نعم كيلو وين. كيلو وين. طيب يعني المسابقة تبدأ بكرة صح؟ إيه نعم. هل عندك عدد اللي سجلوا إلى الحين وصل لك؟ لحد الآن لحد العصر كان التسجيل 45 لأنهم بدينا التسجيل اليوم حجنا الطيور وراحوا يحضرون عن طريق الموقع. ممتاز. وتنزل قرعتهم بس لحد العصر داخل الموقع 45 مشارك. 45 مشارك. تشوف انه عدد ممتاز ولا تشوف انه بسيط الى الحين؟ بما انها اول مسابقة اشوف ان العدد ممتاز. طيب. احنا بنرجع للمتسابقين لكن بعد ما نخلص اسئلتنا من براشد قلنا العدد المتوقع 45 وقت الانطلاق المسابقة. العدد المتوقع العصر كان 45 إيه يعني التسجيل سكر الساعة 8 يعني يعني إذا زاد نقول 50 يمكن نقول نقفل على 50. لا لا أتوقع من 60 ل 65 طير. ممتاز خلنا نقول 60 لأن إحنا بنسأل الشباب عن موضوع 60. وقت الانطلاق الساعة 6 الصبح. 6 صباح إي بكرة علشان الهواء. ممكن الهواء بيتحرك. انطلاقه الساعة 6 صباحا بكرة الخميس. اي نعم. ممتاز. نعم. مسابقة الطيارة يا صقرين ايش تعليقكم؟ سهلة صعبة؟ لا يلا يا ابو ابراهيم عطر. هذه تحمل ما فيها تحمل واتوقع جير الشاهين يفوز فيها. جير شاهين اللي بيفوز فيها. جيرات الشاهين تفوز فيها ان شاء الله. الستين مشارك وش تشوفه؟ عدد بسيط؟ لا لا مو بسيط. مو بسيط. لا متى خلص ترى 60 طير مش 60 مشارك. 60 طير. نعم طير يعني ما شاء الله الطيور واجد وبالمئات ما يجين الا 60 في خايفين مو عارفين التجربه. لا لا عدد كبير. انا عندي طيور بس مخلي الطيور للطياره. عندي اجهد طيوري على كيلوين حقات السباق ما اعطيها كيلو. هذه عدد كبير ترى يعتبر عدد كبير. عدد كبير هذا عدد كبير. توقعت انا 20 طير بس هاي 60 طير. هاي انا اقول لك 40 طير حشو من عندي. بس روح يمين ويسار ها. لا طيور مو بطيور طياره. طيار الطياره جير شاهين. ايه نعم. وش اللي يميز طيب شو اما حشو طيارة حتى طيارة. في الدعو يا ابو حسن توقعت لا لا توقعت ان جسمه ان بعض المتسابقين خلاص اللي عنده طير يدري مو هو طير سباق ما عاد يحضر طير سباق ما يجي. لا العام كانوا عندهم تقيد في الحاجه هذه. السنه هذه اشوف فيه اقبال. نعم الربع تجي يضيع وقتك وضيع وقت اللجنه. نامل منهم تطوير. مشترى طير طيب ومشاركه مع الرجل المثل كلنا يرى في نفسه لا قلت الطيبه
صار الموضوع حبيه اقوى وده كلا يرى وكلا وده ويشوف ان الطيره انه هو الافضل وهو اللي بيفوز. لا والله ان اكثريتهم يدري اني ما انا بقادر ان انافس المتسابق. طيب خير ما في شوف طيره انها الافضل وبيفوز. لا واضحه الطيور اللي تيمات واضحه الطيور القويه. شوط الجيش شاهين اتوقع بكره عند محمد عبد الله ويمكن طيره مبارك البعني ويمكن وانتو وش لا ما شارك ما شاركوا قاعدين في مين يسار وانتو ولا دريت ان التسجيل يسكر للحين والله. طيب لا موجود في الموقع. نعم ما شاركت والله ما عندي طياره اخاف اجهزه طيوري والله كذا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. الوقت معكم راح بسرعه وما راح بسهوله لان ابو حسن اليوم ما شاء الله ما خلى موضوع اصلا نبداه الا ما ننتهي. ما اعطتوني مجال صراحه بعد مع هذا كله. يعطيك الف عافيه يا الله يعافيك طول عمرك ابراهيم ابو محمد ابو حسن ابو عبد الله شكرا استمتعنا بوجودكم معنا الليله وباذن الله نشوفكم ونشوف جميع المشاركين في الحلقات وكلكم ابطال والله يجعل دائما هذه المنافسات قائمه ومستمره ونشوف الافضل ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا نلتقيكم باذن الله في الحلقات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.